صحيح شاركت في قتل أسمهان؟ انت جبت الكلام ده منين؟ ليه اتهموكي بالشذوذ الجنسي وحب الستات؟ ايه ده؟ معقولة مش بتعرفي تطلعي على المسرح من غير ما تكوني شاربة سجارة حشيش؟ انا بحب السلطنة جدا. أسئلة كتير محدش يعرف إجابتها هتجاوبنا عليها دلوقتي الفنانة أم كلثوم بنفسها. الفنانة العظيمة أم كلثوم، أهلا بيكي يا سومة. اهلا وسهلا، وحشتوني يا إيه رأيك في حال الوسط الفني دلوقتي؟ رأيي في الوسط الفني حاليا لا تعليق. كان في منافسة شرسة بينك وبين المرحومة أسمهان، صحيح الفنانة أم كلثوم ليها علاقة بقتل أسمهان؟ انت جبت الكلام ده منين؟ صحيح كان في غيرة فنية شريفة، لكن عمري ما اتمنى لها الموت. اسمعان ماتت مقتولة، هما صحيح قالوا ان انا اللي خلصت عليها علشان كنت خايفة تاخد مني لقب كوكب الشرق. اسمعان صحيح اتغدر بيها واتقتلت بدم بارد، بس انا ماليش علاقة بالكلام ده. اتهموكي بالشذوذ الجنسي وحب الستات؟ ايه ده؟ طب وبالنسبة للراجل اللي اتجوزته ده نظامه ايه؟ ولا يمكن يعني علشان ما خلفتش خالص يعني فتعجبه اني ماليش في الرجالة؟ شوف بالنسبة لميولي الجنسية فالكلام ده غلط تماما وعيب. اما عن الخلفة فدي حاجة اسمها نصيب. ثم مين قالك اني ما خلفتش؟ انا عندي بنت على فكرة اسمها سعدية، عايشة معايا وحبيبة قلبي. هي صحيح سعدية مش بنتي بنتي، بس كانت عايشة معايا في بيتي. بالحديث عن الحياة الشخصية، انت فعلا كنت بتشربي سجارة حشيش في الأوضة قبل ما تطلعي تغني على المسرح عشان تبقي متسلطنة وعاملة دماغ؟ حشيش مرة واحدة؟ شوف أنا بحب السلطنة جدا بسماع القرآن الكريم، كنت بقعد كده بنص ساعة في الأوضة قبل ما أطلع المسرح أسمع القرآن، وكنت بطرد اللبيسة بره عشان أندمج في الجو الروحاني مع كتاب الله. يمكن افتكروا إني بطرد اللبيسة عشان أحشش. في كمان اللي قالوا ان المنديل اللي حضرتك بتطلعي بيه على المسرح ده جواه مخدر حشيش كده في السكرتة من غير ما حد ياخد باله. المنديل، المنديل حكايته حكاية. سيبك بقى من موضوع الحشيش والخرافات اللي كلها كدب دي، وخلينا في المنديل. شوف المنديل كنت بطلع بيه من شدة خوفي من الجمهور، كنت بمسك في المنديل عشان أداري التوتر. مين صوت مصر الأول بعد أم كلثوم؟ ولو هتختاري خليفة ليكي هتكون مين؟ لا ده سؤال صعب أوي. بس صدقني في أصوات عظيمة زي أمال ماهر وشيرين وأنغام، والصراحة كلهم مميزين، بس الأكثر التزاما أنغام، الأكثر إحساسا شيرين، الأكثر طربا أمال ماهر، وطبعا المسرح عايز كل دول الإحساس والالتزام والطرب. نفهم من كده إن مفيش خليفة لأم كلثوم، طيب إيه رأيك في المهرجانات والألوان الجديدة؟ الحقيقة أنا مستاءة جدا من اللي بيحصل. مين بيتا وفلفل شطة والناس الغريبة دي؟ أنا ما عنديش مانع للتجديد في الموسيقى، لكن مش بالشكل المبتذل ده، كلها هندسة صوتية وألحان مسروقة. لا لا لا، أنا ضد النوعية دي من الفن، والصراحة مش معتبرها فن من الأساس. الفن الحقيقي بالأصوات الجميلة والعازفين المهر، بليغ حمدي، عبد الحليم حافظ، هو ده الفن المصري. بخصوص عبد الحليم، جالك قلب يا سومة تجيبي له نزيف في المخ؟ شوف عبد الحليم شاف نفسه، فكان لازم له كده قرصة ودن صغيرة، خصوصا بعد ما لخبط في الكلام علي. شطبت اسمه من حفلة الرئيس كمال عبد الناصر، وفعلا الولد اتقدم وجبس ايدي في حفلة تانية وبقينا صفية لبن. طب ليه فشلت في التمثيل وهو نجح؟ انا ما فشلتش، هو نجح اكتر. بس لازم نفتكر مع بعض اسباب نجاحه. اولا كان بيغني اغاني غيره في الافلام، وكمان بيسجلها رسميا وكانها بتاعته، وده غير قانوني. بس لو هنيجي لموهبته الحقيقيه فهو مطرب عظيم، لكن برضه ما يجيش حاجه جنب ولا ايه؟ وفي نهاية لقائنا مع حضرتك، حابة يا سومة توجهي رسالة لجمهورك العربي؟ طبعا حابة أقول لكم إنكم جمهور راقي وعظيم، استمروا بالرقي وحافظوا على التراث العربي الأصيل، وأوعوا تعملوا من أشباه المواهب نجوم. وصيتي لكم إنكم تنتقوا الناس اللي تشهروهم وترتقوا بالذوق العام. بحبكم من كل قلبي. أم كلثوم.